سلام يا أخيك. هلا أخوك. عليكم السلام. سمعت الخبر؟ أي خبر؟ وش صاير؟ يقولون أنت من وين سامح الكلام؟ سمعت كلام الناس. وش لك بكلام الناس؟ وش لك بكلام الناس يا أخوك؟ خلني أفيدك، بس قول تم. تم؟ خذ لك شفرن. ليش عاد؟ أنت مو قلت تم؟ إي تم. خذ لك شفرن. أخذه وده لأبو محمد وقول ليه، يقول لك أخوي أبو أحمد وزع على الناس. يقول ليك أبو أحمد وزع على الناس إن شاء الله. لك أبو علي وزع على الناس إن شاء الله. قول لك أبو حسن وزع على الناس إن شاء الله. هارم عند أبو حسين يقول لك رجعه حق أبو أحمد. شنو هذا؟ ليش ما جبت بس الكف اللي شلته؟ أنا سلمته أبو محمد وهذا اللي رجعه لي. شوف يا أخوك، دائما دائما اتأكد من الكلام اللي تسمعه، لأن الناس أما يزيدون على الموضوع أو ينقصون منه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.